في القانون الجزائري يتقبل، يعني في القانون يتقبل الوثائق العرفية في الإيجار السكني مش تجاري. نعم. تقبل العقود العرفية، لكن هنا يوجد مخاطر كثيرة. يعني احنا في الجزائر لحد الآن ما تحكمناش في السوق النظامي، وجاء الحق علينا السوق الفيرتيوال، يعني أصبحنا الآن عمليات النصب تتم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. عن طريق الإعلانات، لأنه ما نعرفش أنا وراء الإعلان من، يعني وصلتنا في المنظمة حالات لتسديد أقساط بدون الاستفادة، بعد ما يظهرش صاحب السكن وما كانش السكن هذا، عائلات انتقلت إلى ولايات على أساس دفعة التسبيق. نعم. من أجل الحجز وصلت الولاية وأصبحت تبحث عن شخص اللي أجر لها ما لقاتوش. لهنا نبه المستهلك أنه لازم يحاول دائما، صح احنا نعرفه أنه المستهلك يروح لأرخص الأثمان، لكن دائما لازم نستعين بوسيط نظامي. مثلا نقدر نستعين بوكالة عقارية اللي هي تكون وسيط بيني وبين هذا المؤجر. نستطيع الاستعانة بوكالة سياحية. نعم. تكون هي الوسيط. لماذا؟ لأن الوكالة السياحية هذه ولا الوكالة العقارية عندها سجل تجاري، عندها مقر قار، في حالة أنه صار لي مشكل أنه ممكن أنه نتبعها قضائيا. لكن القضايا ضد مجهول صعب، شوفي الخسائر اللي تكبدها عائلة. نزيدوا إذا كان هذا الشخص موجود وفعلا موجود وهذه الشقة موجودة. نعم. نلقوا أنه كاين إعلانات يقول لك بعد 100 متر عن البحر، لما توصلي للشقة وتكوني وصلتي وصاي تلقاها بعيدة بزاف على البحر وما تقدري ديري والو لأنه فتي وسلكتي. يعني كيفاش يتعامل لهنا المؤسسة؟ هنا شوفي، لهنا في هذه الحالة يجب اللجوء إلى المصالح الأمنية. نعم. لأنها هي عملية نصب واحتيال. وش يدير؟ يحتفظ دائما بالعرض اللي كان موجود في الفيسبوك ولا موجود في وسائل التواصل الاجتماعي ولا موجود في الموقع. إذا كان سدد مبالغ عن طريق حوالات بريدية ولا ذاك يحتفظ بها، لأنه هذه الأمور الآن راح تصبح بين شخص وشخص، وما كانش عقد وما كانش إثبات مادي. الآن كل القرائن هذه تساعد في أنه يطلب حقوقه عن طريق المصالح الأمنية. نعم أستاذ.